الأمن العربي، الإرهاب، وقضية القرن، ثلاث ملفات رئيسية تتبناها القاهرة ويؤكد عليها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في لقائه الأخير مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، لتأتي مشاركة مصر في القمة الإسلامية الأمريكية بمثابة بداية لطرح التصور المصري حول حل أزمات المنطقة. أعتقدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من اجل ايجاد حل لقضيه القرن في صفقه القرن، لان متاكد ان فخامه الرئيس هيستطيع ان ينجزها. الرئيس السيسي تلقى دعوه رسميه من خادم الحرمين للمشاركه في القمه، طرح من قبل ما اسماه بقضيه القرن خلال زيارته للرئيس ترامب، والتي تاتي تعبيرا عن رؤيه مصر لحل المشكله الفلسطينيه وحل مشكلة اللاجئين والمستوطنات. الرؤية المصرية إزاء حل المشاكل والصراعات في المنطقة العربية ثابتة، إذ تركز مصر دائما على الحل السياسي من دون اللجوء للخيارات العسكرية، خاصة في سوريا وليبيا. هناك بالتأكيد عمل لجمع القيادات الليبية في حوار مباشر، أيضا لتعزيز الثقة والتفاهم والإيجاد رؤية مشتركة فيما بينهم. ونؤكد مجددا بأن هذه هي قضية ليبية، وأنه المصلحة هي مصلحة ليبية. وتأتي أهمية مشاركة مصر في القمة تأكيدا على رؤية القاهرة في حل مشكلات الشرق الأوسط، وتقدم تصور للعالم حول كيفية تحقيق الأمن في المنطقة والتصدي للإرهاب، مع الحفاظ على مفهوم الدولة من التفتت. خبرة مصرية واسعة في محاربة الإرهاب تجعل وجودها في القمة محورا مهما في تحقيق أهدافها، خاصة وأن لها تجربة متميزة في مواجهة التنظيمات المسلحة. في الوقت نفسه تتصدى القاهرة لمحاولات تشويه الدين وربطه بالإرهاب، مع التأكيد على تجديد الخطاب الديني.